شركة مدرسة جامعية شقرن كي مامل قبل ذلك جردال كي ما أنت قلنا كي دم بكفر ما مجال ذا بيدا بحرون تقبل كباي أي لقى هذا لا يرد ما يستير كهول هل حرراء يرجلين تدور شدة بنا يدل كلا في لا يين كدا عدد سنة كان لبا كل حي طبعا كا سدنا ما يستير كان سحنت ليس كا بقول صدق إياه شنتي أضيء نقمات هوري وصاح لا يحل بنا ذا برلمان كصومالي سنة كلا با كل يلا بي طبعا كي دست دگودیگا حالت قلافات که یارم کله مذاحره جمهوری دسومالی مدن حسن شیخ محمود و شرک مدرش فرای یا شگه این کلان کانو یهای مید مهم اسلام مرکان لوبه یهای این کسب بحان وحیابو و نخسن و قیب ک قاضن یا مید نمدا یهور مرک دل ک سومالیا بود ایات اورجینیا امت سومالی مذاحان گارهان مدرش و آن لی یهای تلابوی گودم بی حرکتی بوش المجاري أيام كجناي أن نقول إلهي ما فضو ذايو أنت بشر رمضان لقي يروان قبا وايف عن فرصة في عنوية الله بضيو أنت سومالي ذا عمر ذا حرم إلهي تكتين وحان الله الله سوى الدعي سيد عدد أيد سومالي تركيني مدشا وضتشك مقالة بيدبا وغفرية مدني حسن شيخ محمود مدحوينها الجمهورية دا سومالي آيات المامين وقامياشا سومالي دا لوقة باهن يهي این وطن که اوج فایده‌یان فرصت‌ها مهم که ای کو حیران سیدای او چهایان آریمها هد تاجن. عن آدی آد هست به حرف خیا آرنتی کو صاحب سنت دن تعام کامر ول بیان لهر ماری و حقیقتا کلمت ده دن تعام کامر کر لهر او کلیه ایا می تگار کر لهری کر. دکی دن تگار کا بس جریه ای هری سومالی اسوم مرای مانت دن تگار نمایان تی عام کر کما آیان شقی مرکت مانتی رو حواج نگوه این دن تعام کا اود استعلم سومالی دن مانت تاریخ اسوم اسوم میس میسوار مانت این بی دبلا فردی وحكم بتاعي تاريخ العصب تاريخ الجيلش الصوص هذا الروتين مركب وحلوش يجي لوش يجي دون الله ليه دون مركب بربر بتاعي كده بسيدان أيات دول نمد الصومالي يكسر السنتي أو يكسر نقطتي أو يكتم هذا ما أنت مركب مال ما حصل شيء يجي دون ميت كم ميت أواي مركب وتاريخ سمس مسوا كفر حسن هاي إن الدمان في قوة الجنون أو أنك وده تفكرين قدومي هقولها الشعب كجمهورية الصومالية مدن محمد شوق عثمان جواري وكهاد لي كلن كايا حسي إن أهمية وين إلى ذا هاي إن إسكاشدان أما إسكاشدان دولة دحية دولة قبل ذي ذا الرمها لجوهر مرنا يدل كاس إذا رنتان مهم كايا دور شو إن كدل كلا في لي سنة كان يكد عنا مرة بعد مرة كل شيء ما له شرط نوعا وكلا رتي ومن آدي آد هو نحسن دل كنا وحضر ولا دستوريا oo ay tawtahay marar lagu soo xadiyo waayo waxay marar ba bideeyneysa xaq xubada qabsiga iyo iskaashiga iskaashiga dawladda federaalka iyo kuwa kale runtii taas ayaa dastuurkii uu nafarayaa oo inaan dhisno qaab federaal oo ah federaalka iskaashiga loo yaqaano ama cooperative federalism ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya dr cumar cabdirashid cali sharmaake و هذا الكوبان كجيري فرطان كشركة يوستك حريقي إن أجدوين كلوغها اللي يوكولان كنيهين كوادة حلقلوه هيرقلين تتاريخ ذا الصومالية وانت أجده وصيد الشيء وفرطان وي ومهدنا يوم تقدش إلا ما أنت يبلغت إلي هات هات التاريخي عور كبوري سي أنك دد جنوية إذنو بنحجة waxa la soo gaarsiiyay meesha waxa ay taagantahay wax badan oo qosoobay wax badan oo lagu heshiiyay haddana qodob dhowr ah oo waxa ku jira ajenda muhiim ah halka marka ka tagay inaan ka gaarno saar si inta hartay ee doorashada hadda ka harsan process u sii socda qodobadaas rajaynayna insha Allah inaan noqono waxa uu soo socda aan soo gudanno محمد عمر عرتي رئيس الوزراء كحجين كدلك يا وحلا جفر حكوت المامي إنه جامياش الصومالي دايسي ودجير وهذلان مصير كومض الصوماليات تاسنا يهرسي دي سيد دلك إنه جارو هرمر سياسي دوارا هذا ترى له وحلا سبحانه عمر وقبل اللي وحلا استولى ذي قبنا وين هو تاعي عرنت السياسة دو أي حاجة ما نتحكي بنو تاعنا ما إن شاء الله تعالى مرة بدون يهرو تاعنا ويجرتي وحنو بحنو مركان هم كان هرو قصو هلا لا 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 ل
waxweeyaan in aynu heshiisyada aan ku gaadhno haddii alladno ay ka mid yihiin waxyaalaha jandaha nagu qoro. Wax badan bay dadkeena naga filayaan, wax badan bay sugayaan inaynu qabanno. Madaxda maamul gobolada ka jira dalka oo si wada jira uga hadlay shirka ayaa rajo weyn ka muujiyey in shirkan ay ka soo bixi doonaan go'aamo lagu xusi doono taariikhda iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Runtii waa fursad aad iyo aad u wanaagsan in markasta magaalo ka mid magaalooyinka Soomaaliyeed madashaan shalo lagu qabto, maxaa yeelay waxay qeyb weyn ka tahay dib u heshiisiinta iyo Soomaali inay isqaadato, waxay qeyb weyn ka tahay isdhexgalka bulshada iyo isfahamka ayay qeyb weyn ka tahay. Sharaf weyn ayay noo tahay maanta inaan baydhabo joogno. Waxaa shakir aan masaalixda shaqsiga iyo midda caamka inayna wada geli karayna dibeer haddii aan maslaxada shaqsiga dib marin oo tacaamka lasoo hormarin oo masaalixda shaqsiga la hormariyo inteenaan hal maslaxa laba shaqsi oo heshiisku ama jiro. Shaqsi waliba shaqsiga kale maslaxadiisu maslaxadiisa kuma jiro. Laakiin halka maslaxada caamka haddaan ka wada shaqayno oo taa caamka yoolkeed oo noqdo oo iyada aan joogano, waxaa hubaalay nin waliba ugu helayaa masaalixdiisa. Waxaan rajaynayaa marka in runtii waxa weyn hadda kulli ajandaha ugu weyn laga hadlayo arrinta iyadaa weeye in isku fikir laga ahaado, isku aragti laga ahaado, isbedelkaasi dadkuna naga filayaan. Anaga aan maray dhammaantay inaan dacadka nahay inuu si sax ah u dhaco, in runtii isku fikir laga noqdo oo lagu dadaalo in waxa dadku ay naga rajaynayaan expectation dadku ay naga leeyihiin inaanu eerno kuna dadaalo in runtii aanan niyad jabin iyaga ee waxay naga filayaan amar naga soo baxaan. Shirka madasha hogaamiyaasha qaranka iyo kuwa maamul goboladee ka jira dalka ee maanta ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa lagu wadaa inuu socdo muddo 3 cisho ah, isla markaana laga soo saaro go'aano lagu dardargelinayo hirgelinta doorashada dadban ee sida wadajirka iskula qaateen hay'adaha dastuuriga ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Nasr Bashir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Baydhabo.